النهاردة هكلمك عن الأجهزة اللي شغالة في Layer 1. Layer 1 احنا كنا اخدنا الحصة اللي فاتت، في ناس طبعا ممكن تقولك انا قاعد لسه جديد ما تشغلش بالك باللي انا هقوله ده، طبعا بس هفهمك ايه المقصود بالأجهزة دي. طبعا كنا اخدنا شباب الحصة اللي فاتت الـ 7 Layers من 1 لغاية 7 اللي هي الابليكيشن، تيجي نكتبهم مع بعض. ملوني كده ابلكيشن اللي بعدها اسمها ايه يا شباب؟ ابلكيشن بعدين سيشن اعتقد، لا بريزنتيشن ابلكيشن ها سيشن الله يفتح عليك، بعد سيشن ترانسبورت. الناس ما ذاكرتش، الناس ما ذاكرتش صح؟ على فكره بقى باشمهندس عشان الفيديو، عشان الفيديو يا باشمهندس لا معذر. كام ايه؟ لا عشان الفيديو يا باشمهندس. صحيح صحيح ماشي. بعد كده بعد كده هيبقى في امتحان، هبقى اعمل لك اسئله وواجب، واللي مش هيحل الواجب يعني هنمده. نتورك الله يفتح عليك، نتورك داتا لينك الله يفتح عليك، تمام. فيزيكال يا سيدي يا سيدي، تمام فيزيكال الله يفتح عليك. طيب كلام في منتهى. استاذنك يا باشمهندس، الموضوع ده يا جماعه مهم جدا. الموضوع ده سؤال انترفيو في كل شركه بتخشها، بيسالك على دخول كل جهاز بيمثله ايه. السؤال ده مهم جدا يا حضرات، اي انترفيو بتخشه بيسالك في الموضوع ده. عندك حق يا باشمهندس، اي من فعلا فعلا يعني اي شركه شبكات بتلاقيه يقول لك ايه، طب قول لي ايه الام الاوس اي موديل بيتكون من ايه، وقول لي تي سي بي اي بي بيتكون من ايه. الجزء اللي هو كان في اخر حصه امبارح اللي هو تي سي بي اي بي. طب النتورك لاير بتعمل ايه، طب الفيزيكال لاير بتعمل ايه، طب الداتا لينك لاير بتعمل، يبدا يسالك في الحاجات دي. طيب احنا لاير 1 ديفايس يا كريم، لما اقول لاير 1 ديفايس ايه هي لاير 1 اسمها ايه يا كريم؟ لاير 1 فيزيكال. كانت بتعمل ايه يا كرم؟ الفيزيكال دي اللي كانت بتحول الداتا لاشارات كهربائيه. بالظبط، بتحول الداتا لاشارات كهربائيه، يعني هي بتتعامل مع الكتريكال سيجنال اشاره كهربائيه. طب يا باشمهندس ايه اول جهاز ممكن يكون بيتعامل مع الفيزيكال لاير؟ اول جهاز اسمه ريبيتر. يا شباب معلش يا باشمهندس، حسن لسه داخل بالصوت، بس لسه داخل بالصوت. طيب يلا يا حسن. تمام كده انا ايه عشان كل يسمعني. خلاص شباب، فالمهم اخونا كريم، انا وكريم يا جماعه جيران، حلو. فانا عندي الجهاز بتاعي هنا اهو، وانا وكريم كنا في كليه واحده، ف شغالين بقى، الدكتور ادانا مشروع فشغالين فيه احنا الاثنين. فكريم قاعد في بيته وانا هنا اهو احمد قاعد، انا كمان شغال ما بيني وما بينه. المهم قلنا كريم احنا ناس برضو يعني عايزين، احنا بنشتغل مع في المشروع احنا الاثنين مع بعض، فايه رايك يا كرم بدل بقى ما افك الارض واجي لك واجيب اللابتوب بتاعي واجي لك وانت تجي لي، ايه رايك ما احنا الاثنين نشتغل على المشروع، احنا الاثنين على نفس المشروع من بيتنا. قال لي ازاي ده؟ قلت له نعمل شبكه ما بيننا وما بين بعض، ونمد سلك يا سيدي نقرجه من هنا لهنا كده، ونقرج السلك ده ما بيننا وما بين بعض يا عم كريم، و نشتغل في شبكه. بدل ما انت محتاج انك تجي لي تنقل لي بيانات، او انا اروح لك انقل لك بيانات، يبقى بيننا وما بين بعض شبكه. كريم عجبته الفكره دي، قال والله كلام جميل. طب نقرج؟ قرجنا سلك، وان شاء الله النهارده هعلمك ازاي تقرج. المهم قرجنا سلك ما بيني وما بينه، شغل يا عم كريم نشوف الشبكه ما بيني وما بين ده، ابنج للراجل ده، وهقول لك برده يعني ايه بنج كمان شويه. لازم ادي عنوان، ها خد بالك يا كريم، 10001 وانت مثلا 10002، لازم يبقى في عنوان هنا وعنوان هنا. ابنج من جهازي لجهاز كريم ما بيردش. ايه يا عم في المشكله؟ في قطع ولا ايه؟ نسيت يا جماعه ان احنا جبنا سلك طويل جدا، حوالي المسافه ما بيني وما بين بيت كريم حوالي 200 متر، وكابلات النت اللي معانا دي ما بتستحملش اكتر من 100 متر،
وبالتالي محتاجين جهاز كده نحطه في النص، ها، يكبر الاشاره. الاشاره لما تكون وصلت له هنا ضعيفه خالص كده، ها، يقوم مكبرها كده ويطلعها على اليمه الثانيه فتوصل لاخونا كريم كويسه. الجهاز ده يا جماعه اسمه ريبيتر. الجهاز ده اسمه اهو ريبيتر، شكله الحقيقي اهو. طيب احنا لما بنيجي نرسمه على الورق بنرسمه بالمنظر ده، بس ايه ده؟ ايه ده؟ ده سويتش او هاب باتنين بورت. اول جهاز عملوه، اول جهاز الجماعه بتوع الشبكات اخترعوه عشان يربطوا جهاز هنا وجهاز هنا والمسافه ما بينهم كبيره. ما تيجي اما اوريك، انا هفتح السيسكو باكت تريسر دلوقتي. برنامج السيميليتور ده برنامج عظيم، شركه سيسكو اللي عاملاه، برنامج على فكره واقعي جدا، يعني هو برنامج واقعي. خلوني اوريكم حاجه زي كده يا شباب. ادي جهاز انا هنا اهو في بيتي، وادي جهاز اخونا كريم، وان احنا هنوصل ما بين بعض بيننا وبين بعض ونجيب الريبيتر. اهو الريبيتر يا جماعه، شكله الحقيقي اهو زي ما انت شايف، فتحتين بس، وهنوصل جهازي بالريبيتر والجهاز ده. طبعا الجهاز ده لابد ان، طبعا احنا في شبكه دلوقتي بنتكلم في شبكه. تعريف كلمه شبكه يا جماعه يعني اكتر من جهاز او اكتر من اي بي. هنقول له 10.0.0.1 والجهاز اللي هنا اي بي هو 10.0.0.2. بس طبعا انا محتاج ان انا احط الاي بيهات بشكل حقيقي او واقعي على الرسمه. هفتح الجهاز ده، اجيب ديسكتوب، اقول له اي بي كونفجريشن، اقول له يا عم الحاج انت اي بيهات 10.0.0.1. السبنت ماسك بالكتب اهو لوحده. طبعا الحصه الجايه هكلمك بالظبط وبالتفصيل يعني ايه سبنت ماسك، والحصه اللي بعدها هكلمك عن الجيت واي والدي ان اس. بس انا كل اللي يهمني الاي بي ادرس 10.1 دلوقتي مؤقتا، والاي بي ادرس بتاع الجهاز الثاني 10.0.0.2. وتعالوا نختبر المنطقه الواصله ما بين الجهازين دول، نختبر فعلا هل الراجل ده شايف الراجل ده ولا لا. فافتح كده واجيب شاشه الدوس واقول له يا سيدي اعمل لي بنج على، انا محتاج بس اكبر الخط شويه، ريفرنس فونت اعتقد ورك سبيس ده برضه. اقول له يا جماعه بنج على 10.0.0.2، ايه رايكم؟ ها، في ريبلاي من 10.0.0.2 اللي هو الجهاز ده. طب يا باشمهندس يعني ايه بنج يا باشمهندس؟ بنج يا جماعه هي بطلع بيانات ما بشكل ما من جهازي ومشيها كده 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 للراجل ده. المفروض لما البنج ده يوصل للراجل ده، الراجل ده يريبلاي عليا، يرد عليا زي ايه؟ انا جاي ازورك في بيتك فقمت مخبط، انت قاعد جوه سمعت الخبط فبتقول لي مين؟ هو ايه اللي حصل؟ انا خبطت، ادي بنج، انت قلت مين؟ ادي الريبلاي بتاعك. كذلك دي، انا قمت باعت بنج من الجهاز ده، فده قام قايل ايه؟ مين؟ وقام ردد عليك قال لك يعني تعرفت كده ان في حد موجود، كاني بالظبط ببصيله كوره وهو بيرد عليا تاني الكوره. انا عايز هوريها لكم بشكل عملي او بشكل عينيك تشوفه. بصوا كده لما اجي ابعت باكت من هنا او داتا من هنا للراجل ده، شوفوا ايه اللي هيحصل يا شباب. ها، ايه رايك؟ راحت له اهي، والمفروض ان الراجل ده يرد عليا يقول لي انا استلمت منك الداتا اللي انت بعتها لي. فالبنج ده هي تيست مسج، رساله اختبار بنستخدمها عشان نشوف فعلا انا قادر اشوف الراجل اللي هناك ده وابعت له بيانات ولا لا، هل الداتا تقدر توصل من جهازي ليه ولا لا. يعني اظن ان كده حوار يعني ايه البنج واضح شويه. خلاص، فده بالنسبه للريبيتر. جم بعد كده شباب زودوا بورتات الريبيتر، وبدل ما هو بقوا بورتين لا بقوا 4 و5 و6، وعملوا جهاز كده سموه هب. الهب ده تعريفه مالتي
بورت ريبيتر. يعني ايه مالتي بورت ريبيتر؟ يعني ريبيتر متعدد الفتحات. يعني ريبيتر برضو بيكبر الإشارة ويطلعها من الفتحات التانية. يعني ايه يكبر الإشارة ويطلعها من الفتحات التانية؟ هوضح لك اهو. يعني ايه الراجل، يعني ايه الراجل يكبر الإشارة ويطلعها؟ باشمهندس باشمهندس احمد، ايوه ده عامل زي اللي في البيت عندنا اللي احنا بنسميه سويتش، مش كده؟ بالظبط. انا هوضح لك دلوقتي الفرق ما بين الهب والسويتش، بس افهم دلوقتي ماهية الهب. على فكرة يا جماعة، ده اللي انت بتقول عليه في بيتك سويتش. احمد بيج بيقول انا عارف الفرق ما بينهم. طب كويس، خلي زمايلك تعرف ال 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 انت بتقول عليه في البيت سويتش، حتى انت بتشوف المنظر ده او عندك في البيت بالمنظر ده، هتقولي ده سويتش. لا، هو مش سويتش، هو هب. الفرق يا جماعه، السويتش بيبقى ب 50 جنيه والهب بيبقى ب 5، واسف السويتش بيبقى الهب بيبقى ب 50 جنيه والسويتش بتلاقيه ب 5000 جنيه. ايه الفرق؟ واحد يقول لك طب انا يا عم انا اللي خليني اجيب جهاز ب 5000 جنيه، ما اجيب الجهاز ابو 50 جنيه واركبه، يعني ايه المشكله يعني؟ والاثنين شغالين. لا، هناك فرق كبير جدا. بصوا كده، الهب ده كائن غبي ما بيفهمش. تخيلوا ايه، عايز يبعت معلومه مثلا لدي، فيبقى الفريمه خارجه يا كريم، السورس ماك بتاعها ايه يا كريم؟ ايه؟ والديستنيشن ماك دي. تبدا الفريمه تخرج من هنا، تمشي كده 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 لغايه ما تروح لمين؟ للهب. شوفوا، حتى احنا لما بنيجي نرسم الهب بنرسم عليه خط مستقيم، ده رسمته على الورق بالمنظر ده، خط مستقيم. الفريمه بتيجي للهب، يقوم الهب يعمل ايه يا شباب؟ هي راحه لدي. طب هو عنده بورت واحد، بورت اثنين، بورت ثلاثه، بورت اربعه، ما يعرفش دي ده موجود على واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، ما يعرفش. طب عشان يضمن انها توصل لدي يعمل ايه يا عم كريم؟ يبعتها لجميع البورتات. الله يفتح عليك، يوم بعتها كده وبعتها كده وبعتها كده. طب ليه احنا المفروض ما تروحش البي ولا السي؟ هي على اي وصلت لدي، بس كمان راحت لسي وراحت لمين؟ لبي. طب احنا مش عايزينها تروح. لا، هتروح. طب ده كده نقدر نقول على الهب ده ان سيكيور، راجل مفيش فيه امان خالص. يعني من الاخر كده يا جماعه، ممكن جهاز بي ده او سي يركب اي برنامج بيعمل سنف، اي برنامج بيلتقط البيانات اللي بتجيله على كارت اللان ويقدر يتجسس على الناس اللي في الشبكه كلها. هقول لكم برنامج اسمه، وتقدروا تدوروا عليه على النت، اسمه كين اند ابل، قابيل وهابيل. برنامج انت حتى بالعربي كده على جوجل، برنامج قابيل وهابيل. البرنامج ده فظيع، تقدر تعرف كل الناس اللي معاك في نفس اللان داخلين على مواقع ايه، ولو في باسوردات بيلقطها. مش عايز اقول لك كمان انه ممكن يسجل لك مكالمات فويس، واحد بيكلم صاحبه على سكايب او بيكلمه على لاون مسنجر يسجله، انت متخيل؟ وبرنامج صغير جدا. كل ده ليه؟ عشان ده غبي. هب. طيب احنا عايزين نعدل الموضوع ده. يعني اذا الهب لغايه دلوقتي يا جماعه ان سيكيور. طيب نتكلم بقى عن اجهزه لير 2. طب هتقول لي السويتش، انا جاي له دلوقتي، انا جاي للسويتش دلوقتي عشان اقول لك ايه الفرق ما بين الهب والسويتش. الاجهزه اللي ممكن تكون شغاله في لير 2 كان اسمها ايه؟ لير 2 يا كرم. داتا لينك. الله يفتح عليك. داتا لينك. الداتا لينك لير لو تفتكر يا كريم، كانت هي اللي بتحط الماكات، هي اللي كانت بتحط السورس ماك والديستنيشن ماك والديستنيشن ماك في الفريم. اول جهاز بيتعامل بالماك ادرس كارت الشبكه بتاعك يا عم الحاج.
اللي هو النك اللي هو النتورك انترفيس. نتورك انترفيس، نتورك انترفيس كارت، كارت الشبكه، كارت الشبكه بتاعك. طبعا احنا قلنا ان كارت الشبكه ده بيبقى له ماك ادرس، بيبقى مطبوع على كارت الشبكه ده. واحد يقول يا باشمهندس انا عايز اعرف ماك ادرس بتاع كارت الشبكه بتاعي فين. اهو يا سيدي هات كارت اللان، انا كونكتد هنا باللوكال اريا نتورك اهو، قول له ديتيلز اهو الفيزيكال ادرس اهو يا جماعه، كارت الشبكه بتاعي الماك بتاعه 88 اي اي 1 دي 9 3 ده الماك ادرس بتاعي. طب واحد يقول لي ينفع تجيبه من تحت الدوسر؟ ممكن بالسين دي هندسه اهو جاي لك اهو، ممكن بس عينيا سي ام دي، وتقول له يا سيدي اي بي كونفج سلاش اول، اي بي كونفج سلاش اول، تضغط انتر ظهر لك حاجات كتير قوي. تعالى كده نفنطها. طبعا انا جهازي على الاقل على الاقل في اثنين ماك ادرس او في كارتين اللي هو اللان والوايرلس لان. تعال ناخدهم واحده واحده كده. بص يا سيدي الوايرلس لان اهو اللي هو كارت الشبكه الوايرلس بتاعي، الماك ادرس بتاعه اهو تمام، وانا مش شغال وايرلس وبالتالي مش هتلاقي فيه ايبيات مسحوبه هنا. خش بعد كده على الايثرنت لوكال اريا نتورك اللي هو كارت اللان، الماك ادرس بتاعه اهو اللي انا كنت لسه قاريه اللي هو بيجي اهو من تحت الدوس يا كريم، والاي بي بتاعي اهو 10.0.0.10.10.10.254، والجيت واي بتاعي اهو، والدي اتش سي بي سيرفر اللي رامي لي اي بي اهو، والدي ان اس اللي انا شغال بيه. وهنفهم ان شاء الله كل يعني ايه دي اتش سي بي، يعني ايه دي ان اس، كل ده يتفهم ان شاء الله المره الجايه باذن الله. ماشي كده يا شباب، الكلام كده مفهوم. طيب تاني جهاز بيشتغل في لاير 2 بيفهم ماكات اللي هو البريدج. ايه فكره البريدج؟ طبعا دي رسمته على الورق وده شكله. ايه فكره البريدج؟ البريدج يعني ايه يا جماعه؟ يعني كوبري رسمته اهي، ادي بريدج اهو، وادي تخيلوا معايا ان في هنا ايه هوب، وفي هنا هوب، تخيلوا الجهاز ده مثلا لو A والجهاز ده B والجهاز ده C والجهاز ده D. تخيلوا لو ده عايز يكلم ده ايه اللي بيحصل؟ الداتا بتروح للهب، الهب بيعمل طبعا البريدج يا جماعه في بورتين، ادي بورت وادي التاني، كل ما هنالك ان هو عنده جدول، عنده جدول، ادي بورت واحد وادي بورت اثنين، بورت واحد عليه الماك A والماك B، بورت اثنين عليه الماك C والماك D. طب لو ايه عايز يكلم بيه تخرج الفريم الهب، الهب بيبعتها على كل البورتات زي ما انتم عارفين، ما بيفهمش ده ما عندوش تفاعل كده كده وصلت للبي. طب لما تيجي للبريدج، البريدج يبدا يبص هي الفريمه دي خارجه من مين لمين يا جماعه؟ خارجه من ايه؟ راح لمين؟ بي. يبص اه ايه وبي موجودين عندي على نفس الايه؟ البورد. في لازمه ان انا اشغل الكوبري واعديهم اليمه الثانيه؟ لا مفيش لازمه، وبالتالي الكوبري ما يشتغلش. طب لو في الحاله دي بقى لو ايه هو اللي عايز يكلم دي، ايه عايز يكلم دي، فتيجي المعلومه للسويتش، السويتش يبعتها كده ويبعتها كده، فتيجي هنا البريدج يبدا يبص المعلومه خارجه من ايه، راح لدي، ايه ده موجود عندي على بورت واحد اما دي موجود عندي على بورت اتنين، فيقوم يعمل ايه سعادتك؟ يقوم يعمل كوبري من بورت واحد واثنين عشان الداتا تعدي. طبعا جت هنا راحت لهب، يقوم الهب بعتها كده وبعتها كده، ده مش هيستفيد بيها بس جات له، بس اهم حاجه انها وصلت لمين؟ لدي. انا مش عايز اتكلم عن السويتش عن البريدج كتير، لان انا هكلمك عن التحديث بتاع البريدج اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو السويتش. ايه الفرق ما بين السويتش والبريدج؟ جابوا البريدج ده يا جماعه زودوا سرعته وكتروا بورتاته اهو، بورتات كتيرة اهي، وزود سرعته، عم بيشتغل على حاجة اسمها ابلكيشن سيستم اي سيز، اي سيهات مبرمجة كده، فأصبح سرعة كبيرة بورتات كتيرة، وبالتالي انقرض البريدج، أصبح الموجود مين يا جماعة؟ السويتش. وما زال
السويتش برضو ممكن نقول عليه بريدج. يعني لما اقول لك بريدج تفهم ان انا اقصد سويتش يعني. تمام، ايه فكره عمل السويتش؟ سؤال هندسه معلش. اتفضل يا حبيبي. بالنسبه للريبيتر او البريدج، دول لهم برمجه ولا مجرد بس كوبري؟ الريبيتر ملوش برمجه. تمام، البريدج زمان كان له برمجه. البريدج كان له برمجه، حتى لو تلاحظ ها في فتحه، في فتحه كونسول هنا، في فتحه ايه، لو تلاحظ ان في فتحه كده، استنى كده اما اجيب القلم، في فتحه هنا دي للبرمجه. تمام، طبعا السويتش انت عارف ان في فتحه برمجه اكيد، يعني في فتحه كونسول بس بتبقى في الظهر هنا عشان تبرمج منه. خليني اكلمك على السويتش، اقصر ادي سويتش اهو يا جماعه. خدوا بالكم انا هشرح لك فكره، على فكره نفس الرسمة من شويه انا كنت متكلم عليها على الهب، وقلنا ان الهب غبي، اي حد بيبعت له اي معلومه بيبعتها لكل الناس. السويتش بيمتاز عن الهب ان في جدول، السويتش او البريدج بيبقى فيه جدول. الجدول ده اسمه يا جماعه؟ اسمه ماك ادرس تيبل، وساعات في ناس بتدلعه وتسميه كام تيبل. ايه الجدول ده؟ قلنا ده بورت 1، ده بورت 2، ده بورت 3، ده بورت 4، فيبقى دي هو محتوى 2 3 4 تمام. مبدئيا لما بتبقى قايد السويتش بتبقى كل بورتاته او بيبقى الماك ادرس تيبل ده بيبقى فاضي، ما بيبقاش فيه حاجه. طب تخيلوا معايا ايه، عايز يبعت معلومه لدي، فشكل الفريمه تبقى عامله ازاي يا عم كريم؟ ايه بعتها لدي الماك ادرس ايه، حلو، تقوم ماشي راح مين؟ راح لاخونا ده السويتش، يجي يبص في الماك ادرس تيبل، هو دي فين؟ ما عنديش. طب يا ترى يا واد يا سويتش، انت يا سويتش يا حلو كده محترم، هتعمل ايه؟ يقعد يهرش في دماغه كده، طب انا هعمل ايه؟ طب عشان اضمن ان المعلومه توصل للدي، اقوم اعمل ايه يا عم كريم؟ هيشتغل هب لاول مره. الله يفتح عليك، هيشتغل هب ويبعت الداتا دي او الحاجه اللي جات له او الفريمه اللي جات له دي، يبعتها لكل الناس. هيقوم واحد يقول لك لا يا باشمهندس، يبقى فرق ايه عن الهب يا حبيبي هنا؟ ما فرقش عن الهب، ما فرقش عن الهب يا شباب. هقول لك معلش، دي في اول فريمه بس، في اول فريمه بس، انما الهب كان ايه؟ على طول كل الفريمات بتعمل معاها نفس القصه، بتبعت على الكل، انما ده في اول فريمه بس. يقول لك معلش السويتش حتى يعتذر لك كده، يقول لك معلش اعذرني انا اسف، على اني ما اعرفش دي فين، فانا هستاذنك هبعتها على كل البورتات عشان بس اضمن توصل للدي. بس خد بالك انا لقطت حاجه مهمه جدا، مين اللي باعت ايه؟ باعتها على بورت كام؟ واحد. لقطتك يا ايه؟ يقوم مسجل ايه على بورت واحد، ولما الدي يجي يرد لقطتك يا دي على بورت اربعه، اول فريمه برضه بي بعتها لقطتك يا بي انت على بورت اتنين، اول فريمه شفته؟ اول فريمه من اي جهاز؟ من سي، لقطتك يا سي انت على بورت تلاته، لقطتك. طب الفريمه رقم اتنين اللي خارجه من ايه؟ وراحه لدي. تخيل بقى كده، خليك معايا كده، نمسح بس الحته دي. فريمه هتخرج من ايه برضو؟ راحه لدي، فهتخرج كده وتروح لمين يا شباب؟ للسويتش. يبدا السويتش يبص في الماك ادرس تيبل، الفريمه خارجه من ايه؟ ايه ده موجود عندي على بورت واحد، راح مين؟ راح لدي. ده موجود، دي موجود عندي على بورت اربعه، طبعا ده بورت واحد اتنين تلاته اربعه. يقوم يعمل ايه يا راجل يا طيب؟
يوم يعمل كوبري كده من 1 لـ 4، كوبري كده مخصوص من 1 لـ 4، والداتا تخرج تروح لمين؟ تخرج تروح لدي. ايه رايك؟ وصلت لبي؟ لا. وصلت لسي؟ لا. مفيش اي حاجه من دي حصلت. ما تيجي اما اوريك ده بشكل عملي عشان برضو تبقى انت معايا في الصوره. خلونا نمسح ده. طيب ممكن سؤال يا باشمهندس؟ اتفضل يا حبيبي. هو بيبعت الداتا اول مره من A ل D، تمام كده؟ هو بيعرف جميع المكات، ولا لما بيكرر يبعت لاي جهاز تاني بيكرر نفس العمليه على كل الاجهزه؟ لما بيجي يبعت من A ل D بيتعلم A، لما A يبعت، ولما D يرد يتعلم D بس. طب B وC؟ لا لسه. لما B يبعت اول حاجه ألقط منها، لما C يبعت اول حاجه ألقط منها او ألقطها. هوريها لك دلوقتي بشكل عملي يا كريم. طيب بصوا يا جماعه، دي جهاز، هنجيب جهازين كمان. نحط بس الايباد للناس الحلوه دي. ونجيب نجيب بقى هب اهو. شفتوا الهب ده اهو؟ شفتوا منظره عامل ازاي؟ سويتش، ممكن حتى تفصله وتزود له فتحات تانيه، فصل اثرنت تاني، زود فتحات زي ما انت عايز، وشغل. ونبدا ان احنا نوصل. انا عايز افرجك كده يا عم كريم بقى، يعني اتفرج على منظر الهب لو معلومه خارجه منه، يعني امسح دي، معلومه خارجه منه راح الجهاز ده مثلا. بص كده الهب عمل ايه؟ يا خبر ابيض، بعتها للكل، راحت لده، وده المطلوب ان هي توصل له، بس راحت لدول. هما بيقول لك عليها غلط لان ما استفدناش بيها، بس راحت لهم. يعني لو حد من دول بيعمل سنيف يا عم كريم هيلقط الداتا ويرجع نفس الكلام، ارجع ابعتها تاني نفس الكلام، بتروح للكل. طب وده بيرد، بتروح للكل برضه. ايه مشكله؟ الاب ده غبي، كائن غبي. طيب خلينا اوريكم السويتش بقى. انا هاخد الاربع اجهزه دول كده، اخدهم كده كوبي. بالنسبه للكابل المتوصل بين الهب والاجهزه يا باشمهندس، هوضح دلوقتي، هوضح سواء ستريت ولا كروس، هوضح دلوقتي واوريك بالفيديو. ادي سويتش يا جماعه. بص منظر السويتش بقى، هو فعلا نفس منظر الاب من ورا، بس ده بقى يعني حاجه كده كاتاليست سيسكو، سويتش سيسكو او سويتش محترم مانجبل، اقدر ادخل عليه ابرمجه، وهتعرف ان شاء الله ازاي تبرمجه. خلينا نوصل بقى السويتش كده بالناس الحلوه دي كده اهو. برضه يقول لي الكابلات نوعها يا باشمهندس، اوضح لك يا كريم برضه، بس خليني اخدها لك واحده واحده. طبعا اول ما بتوصل السويتش البورتات بتاعته بتبقى ايده بني زي ما انت شايف كده، يعني خليني تبقى ايده بني. ليه؟ هوضح لك ده ان شاء الله قدام. هوضح لك ده ان شاء الله قدام. ده الراك اهو يا جماعه، شفت النقط دي ايده بني اهي زي ما انتم شايفين، اخضرت اهي، بدات تخضر. ده الطبيعي فعلا في السويتش، ان اول ما بتقيده تبقى البورتات بني، بتاخد لها حوالي من 15 من 30 ل 50 ثانيه عامه تخضر. طب ليه بتاخد الوقت ده؟ ان شاء الله قدام لما اجي اتكلم على السويتشنج اوضح لك ليه بتاخد الوقت ده. تعالى اتفرج كده يا عمي. الاول السويتش ده تقدر تتحكم فيه، يعني في جدول اسمه ماك ادرس تيبل عن طريق صفحه ماك كده انا فتحتها اهي، دي الصفحه اللي ببرمج منها السويتش. طب بفتحها ازاي في الحقيقه يا باشمهندس؟ هتعرف كل ده في وقته.
انا عايزك تتفرج بس تتفرج مالكش دعوه انا بكتب ايه. انا عايز اخلي السويتش اقول له يا سويتش وريني جدول الماكات اللي عندك، فاقول له شو ماك ماك ادرس تيبل وريني جدول الماكات. ده الكوماند اللي بيوريني الماكات. اتفرج انا مش طالب منك اوامر دلوقتي. فلما اجي اضغط انتر يا كريم ايه رايك؟ فاضي مفيش في حاجه صح؟ تمام هندسه معاك. طيب ليه ليه هو فاضي يا عم كريم؟ لان مفيش جهاز بعت بعت حاجه. طب بص انا هخلي الجهاز ده يبنج على الجهاز ده، خلي 10.0.0.1 يبنج على 10.0.0.2. فتعال نفتح كده الاول الايبيات مظبوطه. اه في ايبيات اهو، خليه يبنج على، اقول له بنج مسافه 10.0.0.2 في ريبلاي من 10.0.0.2 اهو. البنج زي ما انتم شايفين يا جماعه بعت 4 بنج وبالتالي جالك 4 ريبلاي والبنج وقف. طب اسالكوا سؤال، لو انا عايز اخلي البنج مستمر ما يوقفش اعمل ايه يا كريم؟ ماينس تي. الله يفتح عليك. اقول له بنج مسافه ماينس تي. ماينس تي اختصار لريبيتد، كرر 10.0.0.2، فيفضل البنج بتاعك شغال يعني لغايه لما انت تحب توقفه. مش هيوقف خلاص بقى. لو عايز توقفه بتضغط كنترول سي من على الكيبورد، كنترول سي وقفه. عايز تطلع بالسهم لفوق يكتب لك نفس الكوماند تاني واضغط انتر، البنج بتاعي شغال اهو. تعالى لي بقى على السويتش يا راجل طيب وقول له شو ماك ادرس تيبل تاني، وريني جدول الماكات تاني. ايه رايك يا عم كريم؟ لقط كام ماك يا كريم؟ اتنين. اتنين. طب ليه اللي هم على بورد فاصل 0 سلاش 1 فاصل 0 سلاش 2 اللي هو ده وده، يعني لقط ده ولقط ده. ليه؟ لقط الاولاني ده اللي هو ده اهو، لما الراجل ده جه يبعت بنج لقط الماك بتاعه، لما 10 2 جه ريبلاي لقط الماك بتاعه. فاهمني؟ فاهمني يا كريم؟ فاهمين يا شباب؟ مع حضرتك يا هندسه. اخ نبيل، اخ نبيل فاهمني؟ فاهم واضح الله يعطيك العافيه. طيب تمام. آه طب 3 و4 ما ظهرش ليه؟ لان 3 ما بعتش حاجه وبالتالي 4 ما بعتش حاجه. طب تيجوا كده نبنج من 3 على 4، نبعت بنج من 3 على 4. فهاجي هنا اقول له، اقول له يا سيدي بينج مسافه ماينس تي مسافه 10.0.0.4 4 بيرد عليا. تعالى بقى نجيب السويتش مره ثانيه ونقول له شو ماك ادرس تيبل. ايه رايك يا راجل يا طيب؟ 3 ظهر اهو فاصل 0 سلاش 3، الماك الثاني ظهر اهو فاصل 0 سلاش 4 ظهر اهو. ايه رايك؟ الاربع ماكات ظهروا ثاني عندي. وبالتالي السويتش عنده القدره عن طريق الماك ادرس تيبل ان يعرف مين بيكلم مين ويعمل كوبري ما بينهم هما الاثنين. طب ما تيجي اوريك ده بشكل عملي، او اوريك الظرف اللي هو تخيل ده عايز يكلم ده. ايه الاخبار؟ استنى نمسح نمسحهم كلهم كده تاني. لو ده عايز يكلم ده ايه الاخبار؟ ايه رايك؟ ها؟ ايه رايك؟ خرجت من ده راحت للسويتش ومن السويتش على الجهاز ده. طب واحد قال لي يا باشمهندس على فكره انت قلت اول فريمه، اول فريمه هي اللي بتروح للكل. حضرتك الماك ادرس تيبل هنا مليان. لو عايز فعلا تشوف الموضوع اللي انا كنت بقول لك عليه ده قول له كلير ماك ادرس تيبل، امسح الماك ادرس تيبل، شو ماك ادرس تيبل تاني كده وابعت تاني من هنا لهنا. اه لازم نوقف. لو انا وقفت البنج ده وانا قمت موقف برضو البنج ده وجيت على السويتش هنا برضو قلت له كلير شو ما قدر ستيبل، شوف ظهره تاني ازاي كلير ما قدر ستيبل كده فاضي. تعال نجرب نبعت تاني بقى كده. بصوا يا جماعه من هنا لهنا. اه المفروض كان يبعت للكل لان الماك ادرس تيبل بتاعه يعتبر، الماك ادرس تيبل يعتبر فاضي. المفروض كان يبعت للكل، اول فريمه كانت بتتبعت للكل. يمكن الفيرجن ده من الباكيت تريسر مش موضح النقطه دي. بس على اي احنا قدرنا نستفاد ان السويتش ده راجل محترم
راجل يقدر لو ماك معين بيكلم ماك تاني يقدر ياخد الباكت من الراجل ده يوديها للراجل ده. يبقى نقدر نقول يا جماعه ان السويتش ده ايه؟ نقدر نقول ان السويتش راجل سيكيور، راجل محترم. لو حد بيكلم حد خلاص الموضوع اتقفل عليهم هما الاثنين، مش زي الهب. ممكن سؤال يا باشمهندس؟ اتفضل يا حبيبي. طيب هو دلوقتي يعني السويتش مش مجرد توصيل الكابل منه للبي سي خلاص، ما يقراش كده الماك ادرس، لما الماك ادرس يبنج او يبعت رساله. قصدك البي سي؟ تمام. يعني هو السويتش ما يقراش الماك ادرس الا لما الكمبيوتر او الجهاز اللي عليه يبعت رساله او يبنج على جهاز تاني، صح؟ لا مش في كل الاحوال، يمكن ده في الموديلات القديمه من السويتشات، ولكن السويتشات الحديثه دلوقتي عم كريم السويتش نفسه لما الجهاز بتوصل عليه بيقوم السويتش كريم باعت له اي سي ام بي. ها؟ اسمه سعيد هندسه. سعيد. سعيد. ماشي يا سيدي. بيقوم السويتش سعيد باعت اي سي ام بي. يقوم الجهاز يرد عليه، يقوم مسجل الماك بتاعه. شكرا. قبل ما ايه؟ كان السويتشات زمان، هي لازم جهازك يبعت الاول. يعني كان لازم جهازك هو اللي يبعت الاول عشان يتسجل الماك بتاعك. دلوقتي السويتشات الحديثه السويتش هو يعني هو اللي بيبعت لك بنج زي بنج كده صغير، انت ترد عليه ويلقط الماك بتاعك. خلاص؟ بمجرد التوصيل خلاص بيقرا الجهاز والماك ادرس. بالظبط كده. عشان يحافظ على السكيورتي، ما حدش يقدر يرمي حاجه مش بره المكان او بره الدايره، فده نوع محافظه من السكيورتي، والا هتحول زي هاب وبقت العمليه بقى اي حد ممكن يخش ويسرق الداتا ويسرق. يعني هو بيحدد للبورت عدد المكات او المكات. لا 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 مالوش دعوه بالسكيورتي ده يا جماعه دلوقتي. يعني لا يحدد الماك او يعدد، لا دي مش حته يحدد. احنا بنقول دلوقتي هل السويتش قادر على انه يلتقط الماك بمجرد ما توصل عليه الكابل؟ السويتشات الحديثه دلوقتي يلتقط الماك. طب يحدد تحدد كم ماك او كم ماك يدخل او سكيورتي زي المهندس ايمن ما بيقول دي، ان شاء الله هفهمها لكم في حاجه اسمها بورت سكيورتي ان شاء الله في الكورس سويتشنج واحنا شغالين دي في الكونفيجريشن تبعه في السكيورتي بعد كده. بالظبط كده، هتاخدها بالتفصيل. تمام. فما تسبقش الاحداث. تمام يا باشمهندس. خلاص. تمام. انا بس كان كل اللي يهمني ان شفت الراجل ده تاني كده، انا عايز اوريها لك. الراجل ده كده لما جه يبعت ده يبعت لنا، انا عايزك تتفرج. بص المنظر، راحت برضه على كل البورتات التانيه. اما السويتش لا، الموضوع بتاع السويتش مختلف. لو في ماك بيكلم ماك بتطلع من صاحبنا ده تروح على صاحبنا ده، ما تروحش على بقيه الاجهزه التانيه. فاهم حاجه؟ تمام يا باشمهندس. طيب. تمام. طيب انا دلوقتي عايز بقى اكلمك عن كريم. كان سالني دلوقتي بيقول يا باشمهندس التوصيلات والكابلات ونوع التوصيله ايه ومش عارف ايه، انا بقى عايز اكلمك ازاي بنوصل ما بين الاجهزه وبعضها. ماشي. بص يا عم، انواع التوصيلات اللي احنا بنستخدمها يا اما بتستخدم النحاس كوبر يا اما بتستخدم الفايبر، كابلات الفايبر. تركيزنا احنا في الكورس بتاعنا بيبقى على النحاس، ما لناش دعوه بالفايبر لان يمكن الفايبر له قصص ثانيه طويله، ولكن خلينا اديك فكره عنه. بالنسبه للفايبر في حاجه اسمها يا جماعه سنجل مود وحاجه اسمها مالتي مود. قبل ما اقول لك يعني ايه سنجل مود ومالتي مود، اتفرج على الصوره دي كده. ده كابل فايبر. كابل الفايبر يا جماعه بيبقى باتنين كونكتور، يعني دول مش كابلين، دول كابل واحد. لان لما بيجوا يتوصلوا هنا دي كلها عين واحده. طب هما اتنين ليه يا باشمهندس؟ عشان واحده للسند والثانيه للريسيف. واحده للسند والثانيه للريسيف. دايما فتحات الفايبر بيفضل بيبقى لها غطا بيغطيها عشان التراب. اكتر حاجه تاذي كابلات الفايبر التراب. طب ليه يا باشمهندس؟ لان كابلات الفايبر بيمشي فيها ضوء، وانتوا عارفين ان اسرع وسيله اتصال دلوقتي هي نقل الايه او الضوء عموما. يستخدم دلوقتي الضوء في نقل البيانات لانه اسرع شيء في الكون دلوقتي ممكن تنقل بيه. طيب فاذا كابل الفايبر بيبقى باتنين كام يا جماعه؟
بيبقى باتنين كونكتور، واحده سند والثانيه ريسيف. طب ايه الفرق ما بين لما اقول لك كابل الفايبر ده سنجل مود ولا مالتي مود؟ اوضح لك الفرق ده، يعني الموضوع بتاعه تقني، تقني بحت. خليني اوضح لك الفرق. اهو يا جماعه، لو قطعنا، لو قطعنا سلك الفايبر ده اللي هو السلك الاصفر ده، لو قطعناه كده شقناه من النص ده، هيديك ايه؟ في اطار بلاستيك بره وفي جوه انبوبه، انبوبه الضوء بيمشي فيها. المنظر اللي بره ده بيسموه كلاد، كلاد. القلب اللي جوه ده بيسموه كور، ماشي كده؟ يعني الناس الفايبر له قصص وافلام ومناهج، مناهج بتشرحه. وان شاء الله في كورس نيتا ايجيبت هتقدمه في الفايبر ان شاء الله، دكتور مهندس في القوات المسلحه وراجل اخذ دورات في امريكا باذن الله، هو اللي هيشرح الكورسات بتاعته، راجل متخصص في الفايبر. ولكن انا هديك فكره سريعه عن الموضوع، ان ايه الفرق ما بين لما اقول لك الفايبر ده سنجل مود ولا مالتي مود. سنجل مود يعني بيعدي اشاره واحده، بصوا كده اشاره واحده اللي معديها بتمشي تنعكس على جدرانه لغايه ما تخرج من اليمه الثانيه. ده بيعدي سنجل مود، بيعدي اشاره واحده. اما المالتي مود بيعدي اكتر من اشاره، زي ما انت شايف كده، ادي اشاره اهي، طبعا بتقعد تتعكس كده لغايه لما تخرج بره، اشاره ثانيه اهي، اشاره ثالثه اهي، فاهمين؟ فده بالنسبه للفايبر. بس الفايبر مش قصتنا خالص، انا تركيزي كله على كابلات النحاس. كابلات النحاس اللي بنستخدمها في التوصيل يا جماعه حاجه اسمها يو تي بي او اس تي بي. حد عارف يعني ايه يو تي بي؟ طب ما انا كاتب ترجمتها جنبها. ايوه انا كنت لسه هقول لحضرتك. انشيلد تويستد بير، تويستد بير. طب يعني ايه بير يا جماعه؟ بير يعني زوج. طب تويستد يعني ملفوفين على بعض. طب انشيلد يعني مفيش فيه شيلد معدني. يعني طب تويستد يعني، طب هم ملفوفين على، استنى بس الاول عليا. بير فهمنا يعني زوج. بصوا كده لو تلاحظوا المنظر اللي انا موريه لكم، هتلاقوا كل كابلين ملفوفين على بعض كده زي التعابين كده اللي لفه على بعضها. اخضر مع اخضر موه ابيض، بني مع بني موه ابيض، برتقاني مع برتقاني موه، ازرق مع ازرق موه ابيض. هتلاقي كل زوج زي بعض ملفوفين على بعض. طيب طب هم ليه يا كريم ملفوفين؟ ليه تويستد؟ ايه الحكمه؟ لا مش عارف ليه. بص يا سيدي، عشان الذبذبات ما تاثرش عليك. الله يفتح عليك. كل لما 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 بتتنيهم على بعض، تخيل ان الكابل ده معدي من تحت تكييف او معدي من جنب برج محمول. طبعا برج المحمول او التكييف بيطلع موجات كهرومغناطيسيه. الموجات الكهرومغناطيسيه دي يا كريم بتقوم خطه في السلوك دي، السلوك دي اصلا ماشي فيها بيانات. فلما الموجات الكهرومغناطيسيه تخبط في السلوك دي، تتولد الكترونات تاثر على البيانات اللي ماشيه جوه، فبالتالي عملت كانها شوشره اثرت على البيانات دي. وبالتالي لو السلكين دول ملفوفين على بعض، الموجات الكهرومغناطيسيه يوم ما تيجي تخبط في السلكين، هتولد في السلك الاولاني مجال كهرومغناطيسي، وتولد في السلك الثاني اللي هو ملفوف عكس الاولاني مجال كهرومغناطيسي عكس المجال اللي تولد في السلك الاولاني. وبالتالي المجالين يلاشوا بعض، وتفضل البيانات ماشيه في السلك دون اي تاثير. نقولها تاني، المفروض ان انا عندي سلكين ملفوفين عكس بعض، ماشي كده؟ السلك ده لو معدي من تحت تكييف او معدي قريب من برج محمول، بتتولد مجال كهرومغناطيسي حوالين السلك ده، وليكن اتجاه المجال كده. ولما المجال الكهرومغناطيسي يخبط في السلك الثاني، يتولد فيه مجال بس عكس الاولاني يا كريم، يبقى كده اجمع كده المجال ده والمجال ده يديك صفر، لان هما الاثنين عكس بعض. وبالتالي البيانات اللي ماشيه في قلب السلك لن تتاثر بهذا المؤثر الخارجي او بالشوشره. يبقى اذا في حكمه من لف السلوك على بعضها عشان تحميها من الشوشره الخارجيه. اي شوشره او اي مجال مغناطيسي جاي من بره ما ياثرش على الاشاره اللي ماشيه فين يا عم كريم في السلك. مفهوم الكلام؟
تمام يا هندسه، تمام زي الفل مفهومش مهندس زي الفل. طب ايه بقى الفرق ما بين الانشيلد تويستد بير والشيلد تويستد بير؟ الشيلد تويستد بير بتلاقي فيه غطاء معدني كده كريم مغطي السلوك، عامل زي الورق، الورق الفضه اللي موجود في كابل الدش عندنا. لو انت عندك دش كده في البيت، في لما بتيجي تقطع الكابل بتاعه بتلاقي ايه، ورق فضه كده. الورق الفضه ده للحمايه، بس يمكن الدش عندنا بيبقى معمول ارضي، بس هنا بيبقى للحمايه من الموجات الكهرومغناطيسيه برضو. طب ما هم لفهم يا باشمهندس على بعض بيحموهم من وكمان ده بيزود الحمايه اكتر. الشيلد توستد بير اغلى من الانشيلد توستد بير، معظم الناس بتجيب ده، يعني ده نادرا ما تلاقي شيلد، معظم الناس بتجيب الانشيلد توستد بير. طب الكابل ده بتركب له كونكتور ايه؟ الكونكتور اللي بتحط هنا اسمه يا جماعه ار جي 45. ار جي 45 الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الار جي 45. طيب كده الكلام، الكلام كده زي الفل وكلام وكلام جميل. طيب ازاي بقى، ازاي بنوصل، ازاي بنعمل توصيله اسمها ستريت عم كريم وتوصيله اسمها كروس؟ بص يا سيدي، قبل ما اقول لك الستريت عامله ازاي والكروس عامله ازاي، احفظ الجدول ده، احفظه زي اسمك. زي مين يا عم الحاج؟ زي اسمك. هنحط في الجدول العمود الاولاني هنحط هنا بي سي وراوتر، والعمود الثاني هنحط لك سويتش وهب. صعبه؟ بي سي راوتر سويتش وهب. قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه يا اخ نبيل؟ قال لك هتوصل حاجه من العمود الاولاني بحاجه في العمود الثاني، التوصيله بتاعتك ستريت. Straight through. طب الستريت بتتعمل ازاي؟ هقول لك يا سيدي، اصبر على رزقك هقول لك. طيب لو بتوصل حاجه من العمود الثاني، اسف من العمود الاولاني، حاجه من العمود الاولاني في حاجه في العمود الاولاني، او حاجه من العمود الثاني في حاجه في العمود الثاني، في الحالة دي انت محتاج تعمل التوصيلة حاجة اسمها كده كروس اوفر. ماشي كده مفهوم الكلام؟ مفهوم. خليني اوضح لك اكتر، اسألك وانت ترد عليا. لو هوصل يا جماعة بي سي بسويتش، يبقى ستريت ولا كروس؟ ستريت. ستريت. الله يفتح عليك. طب بي سي بهب، ستريت ولا كروس؟ ستريت. تمام. ستريت. راوتر بسويتش. ستريت. طب راوتر بقى؟ ستريت. ستريت. الله يفتح عليك. طب بص بقى، لو هوصل بي سي بي بي سي، كمبيوتر بكمبيوتر، ستريت ولا كروس؟ كروس. طب بي سي براوتر؟ كروس. كروس برضه، الله يفتح عليك. بص، طالما ما عدتش العمود اللي في النص ده اهو، يبقى الدنيا كلها ايه؟ كروس. لو عديت العمود يبقى ستريت، صح كده؟ يعني بي سي بيهب ستريت، راوتر بسويتش ستريت برضه. طب بي سي بي بي سي كروس، طب بي سي براوتر كروس، ما عدتش العمود كروس. طب سويتش بسويتش كروس، طب هب بهب كروس، طب سويتش بهب برضه كروس. فاهمين حاجه؟ الاجهزه المتشابهه كروس صح؟ الاجهزه المتشابهه كروس، بس بي سي وراوتر مش متشابهين. طيب ونفس يعني حضرتك بالنسبه للراوتر والسويتش، الراوتر والهب مش الاثنين تقريبا يعني نفس الاجهزه يعني شركه واحده يا سيدي الفاضل؟ بالنسبه للراوتر والسويتش، الراوتر والسويتش مال التوصيله اللي بينهم؟ حضرتك مش دي اجهزه يعتبر متشابهه؟ يعني ايه متشابهه؟ يعني اقصد مثلا شركه واحده او كارت لان. انا ماليش دعوه شركه واحده مثلا، ايه يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله انهم من شركه واحده؟ بس ده اسمه سويتش وده اسمه راوتر. انت مثلا اسمك ايه؟ محمد حسن. محمد حسن. لو تخيلنا يا محمد ان ليك اخ اسمه ايمن، وقمت انا منادي عليك قلت لك يا ايمن،
تقول لي يا عم انا اسمي محمد يا عم. لا انت اسمك ايه؟ يا عم محمد. بالظبط كده، حتى لو من شركه واحده بس ده راوتر وده سويتش. تمام فاهمني؟ ده حاجه وده حاجه. تمام. حتى لو من شركه ثانيه طريقه التوصيل اللي بقول لك دي يا محمد يا ابو حسن دي طريقه توصيل ثابته على الكل. طريقه توصيل ثابته على الكل، وهفاجئك دلوقتي بمعلومه في الاخر، في اخر الموضوع ده. في ناس تيجي تقول لي بص يا باشمهندس بقى الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط. ليه يا ابني؟ انا بقى معايا لابتوب حضرتك بوصله باللابتوب بتاع زميلي وبجيب كابل ستريت والدنيا شغاله زي الفل. انت بقى بتقول لنا كروس، صح الكلام؟ صح الكلام؟ تمام. هقول لك طب اصبر عليا هجاوب لك السؤال ده بالظبط في اخر الكلام اللي انا هحكيه. تعالى الاول بس اقول لك الستريت بنوصلها ازاي والكروس بنوصلها ازاي. توصيلة الستريت ثرو طبعا انتوا عارفين الكابلات بتاعتنا لما بتتقرش يا شباب بتبقى عامله برتقال ابيض برتقاني برتقاني، شوفوا البرتقاني المهوب ابيض ده شايفينه؟ برتقاني مهوب ابيض وبرتقاني، واخضر مهوب ابيض واخضر، وازرق مهوب ابيض وازرق، وبني مهوب وبني. طب ازاي اقرج السلك بتاعي؟ ازاي اعمل التوصيله الستريت؟ مفيش اسهل من كده توصيل. بصوا يا جماعه، هي الاشاره الاول انا محتاج عشان انقل داتا من جهاز لجهاز محتاج كام سلك؟ أربعة سلوك. عارفين الاشاره بتمشي على مين يا جماعه؟ على واحد واثنين دول طرفين السند، وثلاثة وستة دول طرفين الرسيف. يبقى الاشاره بتمشي على كام؟ على كام بن يا جماعه؟ على اربع بنات. اربع، واحد واثنين وثلاثة وستة. احفظ واحد واثنين وثلاثة وستة دول اللي بيمشي عليهم الإشارة بتاعتك. طب واحد يقول لي يا باشمهندس طب أربعة وخمسة وسبعة وثمانية لازمتهم إيه؟ دول بقى يا سيدي بنستخدمهم إن شاء الله عشان الباور، لأن يعني في تقنية جديدة ظهرت اسمها كريم وقف المايك بتاعك، اسمها باور أوفر إيثرنت. مش أنا والله هندسة. طيب بس في واحد عمال بتنفس يعني. طب تمام الراجل يعني قفل المايك. أيوه يا باشمهندس. أيوه. طب انا لو حطيتهم ايه ترتيب هنا وايه ترتيب هنا ايه اللي يفرق؟ هوضح دلوقتي يا باشمهندس. ايوه خلاص شباب. ف في طرفين للسند اللي هم واحد واثنين، وطرفين للريسيف اللي هم كام يا جماعه؟ ثلاثه وسته مش سبعه، سته. طب ايه فائده اربعه وخمسه وسبعه وثمانيه؟ فائدتهم ايه؟ دول بيستخدموا كباور عشان في تقنيه زي ما قلت لكم حاجه اسمها باور اوفر ايثرنت. ان انا دلوقتي سيسكو دلوقتي على العامله مثلا تليفون اسمه اي بي فون. الاي بي فون ده بيدخل له كابل النت. التليفون ده محتاج هو كده كده بينقل لك الحراره او بينقل لك الصوت عن طريق واحد واثنين وثلاثه وسته. بس التليفون ده محتاج ان احنا الشاشه بتاعته تنور، هنجيب له ترانس عشان الشاشه بتاعته تنور، والزرار بتاعته كل ما تيجي تضغط على الزرار تسمع تيت 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 صوت الزرار. طب هنجيب له باور منين؟ قال لك طالما عده صغيره كده ممكن ننقل لها باور عن طريق الكابل برضو عن طريق 4 و5 و7 و8. ماشي؟ الموديلات الحديثه دلوقتي اللي بتطلع من السويتشات يا جماعه حاجه اسمها باور اوفر ايثرنت. بدل ما يبقى عندي الراك بتاعي فيه 20 سويتش وراوتر وكل سويتش وراوتر منهم محتاج كابل باور يشغله، لا مع الباور اوفر ايثرنت السويتش ممكن يغذي الراوتر بالكابل اللي رايح له كابل التوصيله ده، مش بس عليه داتا وكمان ينقل عليه كهرباء. فالسويتش يشتغل كهرباء. فاهمني؟ عن طريق 4 و5 و7 و8. بس هم في نقل البيانات بالنسبه لي ما يفرقوش معايا، انا اللي يفرق معايا في نقل البيانات بتاعتي 1 و2 و3 بكام؟ و3 و6. طب يا باشمهندس عشان اوصل، بص يا عم التوصيله الاستريت مفيش اسهل من كده. اللي تعمله هنا تعمله هنا، اقلب الار جي على ظهره ها زي ما مقلوب كده، وابدا عد اول بن اول واحده على الشمال، اول واحده على ايدك الشمال، وابدا ايه عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه ما توصل وانت ماشي كده. اللي تحطه هنا انت حطيت برتقال ابيض هنا اول واحد، وانت بتقرش الكابل اليمه الثانيه برتقال ابيض.
حطيت برتقال هنا اهو، اللي بعده يبقى برتقالي برضو، اخضر ابيض اللي زيه اخضر ابيض، ازرق. بصوا نفس الترتيب اللي تعمله هنا بالظبط تعمله هنا. معلش تمام. اللي عنده دور برد يعني معلش. بعتذر. ألف سلام على حضرتك. الله يسلمك. كل لما يعني كل لما بنيجي نعمل سيرش على تركيبة الستريت هتلاقيها بنفس الكونسيبت داون. طيب. برتقاني أبيض مع برتقاني، أخضر أزرق. الله. أزرق أبيض مع أخضر بعدين. يعني بنفس الطريقة دي. أنا عارف إن هنا لو وصلت زي هنا هيوصل معايا، أنا فاهم ده كويس جدا. بس ليه التوصيلة دي؟ الله عليك. الله عليك. سؤال سؤال كده يعني، عارف أنت؟ سؤال كده متأشر يعني عشان أجيب جون على طول يعني. بص يا سيدي، جم الجماعه اللي بيصنعوا السلوك قال لك انت محتاج تنقل البيانات على مين؟ على 1 و2 و3 و6. طب ما احنا نزود لك نسبه النحاس في 1 و2 و3 وايه و6 اللي هم هيبقوا مين بقى لو انت حفظت الترتيب ده؟ ده افضل ترتيب. طب ليه افضل ترتيب؟ هقول لك دلوقتي افضل ترتيب بقى ازاي بقى يا كريم. برتقالي ابيض برتقالي، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بني ابيض بني. نقول تاني افضل ترتيب، برتقالي ابيض برتقالي، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بني ابيض بني. نقول تالت، برتقال ابيض برتقالي، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بني ابيض بني. الترتيب اللي انت شايفه ده يا كريم. طب ليه يا باشمهندس انت بتنصحنا ان احنا نحفظ ده؟ انا قلت لك لو عملته هنا اهم حاجه الترتيب اللي تعمله هنا تعمله هنا على 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 الكابل اللي تقرج، يعني انت معاك كابل اهو، التقريجه اللي تعملها هنا بترتيب تعملها هنا بنفس الترتيب، يبقى انت كده عملت الكابل بتاعك استريت. طب ليه يا باشمهندس انت بتنصحنا بده؟ لان الجماعه بتوع الكابلات قال لك احنا هنزود لك النحاس في البرتقال ابيض والبرتقاني والاخضر ابيض والاخضر اللي هم من الاخر كده، البرتقالي بالوانه والاخضر بالوانه. يعني اي كابل فيه برتقالي اي كابل فيه اخضر هنزود لك نسبه النحاس فيه. طب كلما زادت نسبه النحاس في السلك، حد هنا مهندس اتصالات او مهندس كهرباء او مهندس سلوك، كلما زادت نسبه النحاس في السلك كلما زادت حاجه اسمها التوصيليه الكهربيه. ايام ما كنا بناخدها في الكليه كان الدكتور يقول لك اسمها سيجما. ايه التوصيليه الكهربيه دي اللي هي سيجما دي؟ كلما زادت التوصيليه الكهربيه زادت نسبه الالكترونات اللي ممكن تطلع من السلك. طب ولما تزيد نسبه الالكترونات اللي طالعه من السلك يزيد التيار. طب واذا زاد التيار عند ثبوت الجهد او لو جهد ثابت تقل المقاومه، هو ده اللي انا عايزه. انا عمال بلف كله عشان اقول لك لو التيار زاد، فاكرين قانون اوم في بتساوي اي في ار؟ اذا زاد التيار والجهد ثابت تقل المقاومه. طب واذا قلت مقاومه السلك؟ السلك يفرد معاك يا كريم مسافات بعيده، اما تفكر تركب له ريبيتر يقوي الاشاره. يعني السلك اذا كان بيتركب له إشارة كل 100 متر، لو حفظت على الترتيب ده وسلوك النحاس اللي معاك نظيفة، أنا مرة جاب سلك مرة جاب معايا 160 متر، عم فكرت أركب له إشارة، أركب له ريبيتر يقوي الإشارة. ليه؟ لأني حفظت على الترتيب المحترم ده اللي الناس بتزود فيه نسبة النحاس. فاهمني كده يا عم كريم؟ الطبيعي للسلك ده إنه كل 100 متر الإشارة بتضعف، فلا بد إنك تركب ريبيتر، كل 100 متر لازم تركب ريبيتر أو هب يقوي لك الإشارة، أو سويتش برضه، ما السويتش بيكبر برضه، إلى جانب إنه في ماك أدرس ليه. طيب، يبقى كل 100 متر لازم تركب. طب افرض يا كريم أنا بقى يا عم عملت ترتيب من دماغي بقى أزرق أزرق أبيض، أنا بقى حر بقى أعمل الترتيب اللي أنا عايز أعمله. هتبص تلاقي السلك بعد ما كان بيفرد معاك 100 متر، هتبص تلاقي نفسك بعد 60 متر او بعد 50 متر محتاج تركب ريبيتر يقوي الاشاره. لذلك انا بقول لك معلش عشان خاطري استخدم الترتيب ده، الترتيب ده حلو. فاهمني كده يا عم كريم؟
كريم تمام يا هندسه. اخ نبيل فاهم معاك يا هندسه؟ فاهم فاهم استاذ. طيب انا بقى يعني عايز اوريكم فيديو، يعني انا عايز اوريكم فيديو كده بيشرح، فيديو بيشرح كده ازاي يقرج. تقريج الاستريت ازاي بتتعمل. شايفين الفيديو يا شباب؟ ادي الكابل اهو. هيبدأ يرتبهم بالترتيب اللي احنا حافظينه، برتقان ابيض برتقاني فريدهم خالص اهو. بصوا كده يا جماعه، برتقان ابيض برتقاني من الشمال يمين، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بن ابيض بني. اهو هياخد حوالي 1 سنتي عشان بالظبط كده. هيقوم قاطع الزيادة الله يفتح عليك يا سيدي. تمام، هيدخلهم في الأرجي زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزك تبص معايا شوف السلك هنا داخل نايم داخل لجوه. في ناس كانت لما تيجي تقرج يقوم مدخل السلك لغايه هنا، وبالتالي لما يجي يضغط يضغط على البنه دي تقوم نازله على الهواء. شفتوا الراجل مدخل السلك فين؟ وبالتالي البنه دي لما تنزل تيجي كده هتنزل تعض السلك، وبالتالي يبقى شغال الكابل كويس. اهو الكابل وصل للاخر برضه زي الفل. يقوم بعد كده مقرجه او ضاغط على السنون دي تنزل تعض على السلك. تمام كابل كده بقى متين، وبقول لك بقى حديده. بعد كده يركب الايه الغطا البلاستيك اللي بره ده لشكل جمالي ليس الا، يعني شوف منظر الكابل بقى عامل ازاي. الكابل ده يا جماعه ستريت، الترتيب اللي هنا هو نفس الترتيب اللي هنا، وجاب الجهاز اللي اسمه التستر عشان يبدا يتست بقى اهو. اهو زي ما انت شايف كده. بص لو تلاحظ بقى معايا، ابصوا واحد اي قبلها واحد، اثنين قبلها اثنين، ثلاثة قبل ثلاثة، أربعة قبل أربعة، خمسة قبل خمسة، ستة قبل ستة، سبعة قبل سبعة، ثمانية قبل ثمانية. زي ما انت شايف، يبقى كده الكابل بتاعي ده كابل متقرج ستريت وزي الفل. طيب التقريج الكروس نعملها ازاي؟ نعمل التقريج الكروس ازاي يا شباب؟ انتوا معايا؟ نعمل التقريج الكروس ازاي؟ اولا تقرج واحد بالترتيب اللي انت حافظه،
برتقان ابيض برتقان، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بن ابيض. على فكره دي مش مظبوطه، دي التقريشه دي مش مظبوطه. دي برتقان ابيض برتقان اخضر ابيض، المفروض ازرق، ازرق ابيض اخضر، بن ابيض بني. لا خليني خليني لا خليني اجيبها لك بقى، اجيب لك حاجه من على النت يعني على جوجل. كروس اوفر كيبل، جيب ايميجز، هي هنا برتقان ابيض برتقان اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر بن ابيض بني. ايوه هي دي. خليني ناخد الصورة دي كده يا جماعة، كوبي واحد فين، خد انا كده كوبي وارجع البرنامج الظريف بتاعنا كده ونقول له ايه، ونقول له بس نشيل بس ال نشيل بس دي ونشيل ال نشيل بس الرسم ده. نشيل دي نشيل دي ايوه، وهنجيب بس ده كده. وتعالى نوضح التوصيل الكروس عامل ازاي. زي ما انت شايف كده معايا، واحده بالترتيب اللي انت حافظه اهو، برتقان ابيض برتقان اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر بن ابيض بني. طب بتعمل ايه؟ طب بصوا يا جماعه، خليني برضو اوضح. ادي الار جي، ادي الار جي اهو، وادي الار جي الثاني اهو. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ودي هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. قلنا التوصيل الاستريت، بصوا، واحد بواحد، اثنين باثنين، ثلاثة بثلاثة، وستة بستة. احنا الإشارة ماشية على اثنين وثلاثة وستة، أربعة وخمسة وسبعة وثمانية ما يفرقوش معايا، أربعة بأربعة، خمسة بخمسة، سبعة بسبعة، ثمانية بثمانية، صح كده؟ تأريج الاستريت مفيش أسهل منها. طب التأريج الكروس أعملها إزاي؟ طبعا إحنا قلنا طرفين الإرسال اللي هما واحد واثنين، دول طرفين السن، وثلاثة وستة اللي هما طرفين الإيه؟ الريسيف. واحد واثنين طرفين السن، وثلاثة وستة اللي هما طرفين الريسيف. تأريج الكروس بتتعامل ازاي بقى يا جماعه؟ واحد بثلاثة، طرفين الإرسال هنا بالاستقبال هنا، واحد بثلاثة، اتنين بستة، وزي ما عملت هنا تعمل هنا، واحد بثلاثة واتنين بستة، صح كده؟ طب أربعة، أربعة بأربعة، وخمسة بخمسة، وسبعة بسبعة، وثمانية بثمانية. طب الترتيب يبقى عامل إزاي؟ كل ما هنالك إنك هتعكس زي ما قال لك كده في الرسمة، تعكس الاثنين دول، واحد وثلاثة واثنين وستة، ماشي الكلام؟ فيتعكسوا إزاي؟
يعني احنا حتى الترتيب هنا كان الراجل الاولاني ده كان ايه الترتيب اللي احنا حافظينه؟ برتقاني ابيض صح كده، برتقاني اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر بني ابيض بني. هنا بقى تجيبه ازاي؟ ممكن تمشي ورا السلك، يعني امشي ورا ده كده ثلاثه، ده اللي هو ايه اخضر ابيض. اه يا عم اخضر ابيض. طب اتنين ده اللي هو ايه؟ اللي هو اخضر او اخضر. ثلاثه ده اللي هو ايه؟ برتقاني ابيض اهو، برتقاني ابيض. طب اربعه ده اللي هو ايه؟ ازرق. طب خمسه ده اللي هو ايه؟ ازرق ابيض. طب سته ده اللي هو ايه؟ اللي هو برتقاني. طب سبعه ده اللي هو ايه؟ بني ابيض بني. اللي بعد كده بني ابيض بني. يعني على فكره انت ممكن ما تحفظش الرسمه، انت ممكن تستنتجها، هتحفظ بس الترتيب ده بس اللي هو الترتيب السهل البسيط ده، وتيجي هنا تقول له انا هبدل واحد واثنين بثلاثه وسته، تقوم راسمها على الورقه كده وامشي ورا السلك. واحد ده اللي هو كان اخضر ابيض صح، اتنين ده اللي هو اخضر صح. هقول لك على حاجه اسهل، انت مش حافظ الترتيب ده اللي هو برتقال ابيض برتقال اخضر ابيض ازرق ازرق ابيض اخضر والابيض بني، انت حافظ ده كل عايز تقرش التاني، كل اخضر يقابلك شيله حط مكانه برتقاني، كل برتقاني يقابلك شيله حط مكانه اخضر. يعني هنا اول واحد ده ايه؟ اول واحد ده ايه؟ ده برتقاني ابيض، اللي زيه يبقى اخضر ابيض، هنا برتقاني التاني ده برتقاني يبقى اخضر، اخضر ابيض يبقى برتقاني ابيض، اليوم التاني ابيض. كل كلمة اخضر تقابلك شيلها وحط مكانها برتقاني، وكل كلمة برتقاني تقابلك شيلها وحط مكانها ايه؟ اخضر. طيب طب الازرق مفيش دعوه، ما جيتش شميته يفضل ازرق زي ما هو. طب ازرق ابيض يفضل ازرق ابيض. طب اخضر اخضر اهو يبقى برتقالي اهو. طب بني وبني ابيض او بني ابيض بني زي ما هم مش هاجي جنبته، ماشي الكلام زي ما هم، انا مش هاجي مش هاجي جنبته، ماشي كده يا شباب؟ فاهمين حاجه؟ تمام يا باشمهندس. تمام تمام يا باشمهندس. طب انا معايا فيديو. طب الهدف بقى من التقريشه دي هي. الهدف منين؟ الهدف الهدف منها ايه؟ من التقريشه الكروس. تمام. حد يناول لي مفك احذف فيه الواد ده اهي. ابعت يا باشمهندس بس يا ريت مفك. احنا يا ابني مش قلنا في الرسمه دي ازاي اوصل؟ لو هوصل يعني مثلا يا مين؟ سعيد اللي بيكلمني؟ معرفوش. ماشي الراجل اللي بيسال اللي بيقول الهدف يعني محمد حسن. كريم يا هندسه. كريم بص يا كريم، انت لو هتوصل بي سي انا هندسه مش انا لو هتوصل بي سي براوتر التقريشه دي بقى يا كريم، انا ده راوتر اهو هتوصله بي سي، التقريشه دي بقى ستريت ولا كروس؟ ها ستريت ولا كروس؟ ها الراجل اللي كان بيسالني يرد عليا كروس. عرفت بقى انا محتاج الكروس ليه؟ طيب الفكره بقى في تبديل البنات نفسها، ماشي انا عارف ان التوصيله بين ده وبين ده لازم تكون كذا، ايه بقى الفكره في الداتا نفسها في كده؟ دي بترجع لتصميم يعني مثلا. دي بترجع لتصميم الجهاز نفسه، يعني دي مالناش دعوه احنا بيه. تمام. يعني انا هفاجئك انا دلوقتي هقول لك معلومه، انت تعرف ان دلوقتي كل الاجهزه الحديثه اللي عارف طالعه قعدوا بيسهلوا على المستخدمين اللي هم زي حالتنا، يقول لك يا عم انت ما بتعرفش تقرج الستريت، اعمل كل تقريجاتك ستريت، واحنا كده هنحط جوه يعني انت مثلا جوه الكارت اللاني اللي هنا وكارت اللاني اللي هنا، هم هيسنسوا ويشوفوا ايه البنات اللي ممكن يشتغلوا عليها الميدي الميدي والميديك. بالظبط، هم هيسنسوا ويشوفوا ايه البنات اللي ممكن يشتغلوا عليها ويشتغلوا.
ومفيش اي مشاكل، انت اعمل كل تأريجاتك ايه استريت. يعني انا دلوقتي لو معايا لابتوب وانت معاك لابتوب، كابل استريت هيشتغلوا مع بعض، وكابل كروس برضو ده الافضل هيشتغلوا، ولكن إيه كابل استريت هيشغل، مفيش فيه اي مشاكل. ليه؟ مش مسعين بس في ايميل بس اسلام اتنسى يخش بعته لحضرتك وقت على الفيس. حاضر يناير شمسية. يا باشمهندس أيمن لو عايز تبعت إيميل استأذنك بعد كده ابعت لي على ابعت لي على المحاضرة، يعني واحنا شغالين في المحاضرة ابعت لي في الرسائل بتاعت المحاضرة. استأذنكم يا شباب. باشمهندس احمد. ايوه. طب واللست والايه؟ سامعك. سامعك. الراجل اللي كان بيجي مش موجود بس اسال سؤال. ها الراجل راح فين يا زحمه؟ ها انت سامعني كده؟ سامعك اتفضل. بقول لسيادتك واللي لسه داخل دلوقتي هيكون ما حله ايه؟ لسه داخل دلوقتي احنا الفيديو انا بسجله وان شاء الله هرفعه. تمام ما تقلقش يعني، ولو في حاجه مش فاهمها ماشي نقعد مع بعض. والناس اللي ما حضرتش الحصه اللي فاتت هنسجل الحصه اللي فاتت تاني مع بعض، ندخل مع بعض نشرحها تاني. يعني ده دي تاني حصه دلوقتي على كده سيادتك؟ اه دي الحصه التانيه. طب انا لسه النهارده معاكم جديد بقى. عينيا نحدد ميعاد كده عن طريق الباشمهندس ايمن، نحدد ميعاد كده مع بعض ماشي احنا ندخل كده نظبطها تاني الحصه اللي فاتت وكده. طب المهندس ايمن رقم تليفونه فين او سيادتك بعد ما خلصت المحاضره؟ بعد المحاضره ان شاء الله. طيب ماشي اتفضل يا باشمهندس. خلاص بالنسبه للتأريجات الستريت والكروس بقت مفهومه يا شباب. انا معايا فيديو تاني كده، معايا فيديو تاني كده عايزك تتفرج عليه. الراجل هيشرح لك. Okay, this video is on how to make a networking crossover cable. الراجل بيعلمك ازاي crossover cable is used to connect like devices. ازاي تعمل كروس اوفر كيبل؟ Two switches, two PCs. And you can save yourself some money by making your own. If you look here on the left side is a straight through border colors, and on the right side is the crossover. Now what's the difference? What happens is on the crossover side you cross over the 1 and 3 position and the 2 and the 6 position. They get flipped on this side. Okay, so the left side, the straight through side, is the normal Cat5 standard. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. And the right side is the crossover side with the switches, with the crossovers. So what you can do is you can take a regular straight through cable, like I did here. Okay? Now, the left side here is a regular standard straight through. And what I did is I just cut off the right side. Because to make a crossover cable, only one side is crossed over. All right, so the left side is a straight through, which I don't have to do anything to. It's already done. It's a patch cable. The right side, all I did is cut off the tip, and now we're going to make the crossover side. Now the tools we need are a set of crimpers, scissors, Cat5 tip, and your cable tester. So we can, at the end we can test to make sure everything works. Okay, let's get started. First thing we're going to do is go ahead and strip this. Now you want to give yourself some working room, so you know about 3 inches or so you can take off. Maybe a little less, 2 inches.
You can see why it's called Unshielded Twisted Pair, or UTP. You can see that the colors are twisted together. Our first job is to untwist them. So that's the green. Orange. The blue. And the brown. Now, this is the tough part where you have to put these in order. Now, like we said, the left side, the side that's already done, is the normal Cat 5 standard. Now we're going to make the crossover side. Alright, all you need to know is to put them in this order: white, green, green, white, orange, blue, white, blue, green, orange, white, brown, brown. So let's take our first color, white, green. هيبدأ الراجل يرتب هو next color. أخضر أبيض أخضر green عشان يعمل تقريجة كروس them together white orange blue. See how I'm putting those together, bending them to keep them together. Okay. White blue. Next one, orange, bringing it over, bending it, next one, white brown, and then brown. Okay, now what you do is you get them all together like this, bend them, really gets them positioned. And you can check them, make sure they're all in the right order. What you want to do is take your finger, and that's usually a good distance for a cut, because we got to give ourselves enough room for the connector to go all the way down. What you do is keep them all lined up, just about there, and I'm going to cut across. Scissor works good, it gives you a nice clean edge. Okay, we take the Cat 5 connector, and here, the tip, the tit here, is going to be faced down. Okay, see that? The tip. ولك اقرب اقلب الارجاع لظهره، خلي الدليل ده للخلف، ده بتاع اللي انت سمعت صوتها دي. And you're going to go right in with it. And you see, I'm going pushing it all the way in, so the insulation of the wire is underneath this plastic edge here. So what's going to happen is when I crimp down on this, it's going to grab onto the insulation and give the cable its strength. Okay, all the way down. Take the crimpers. Press real hard. Give it a crimp. Okay. Very good. Okay. So, the final step. Final step is to test our cable. And if you don't get this right on the first time, that's okay. It took me many times before I learned how to do it correctly. So one side will go on here. Now your cable tester may be different than mine, most likely is. And go ahead and power this on. And it says the cable failed. Now it's supposed to say that because it's not a straight through cable. It's a crossover cable. So what I'm going to do is press this button again. It's going to tell me where the problem is on the cable, the supposed problem.
And you see, let me do that again. Okay. 1 and 2. I don't know if you can read this, but it says cross. We want it to be crossed, because we said positions 1 and 3 and 2 and 6 are crossed. So the 1 and 2 are gonna show a cross. We hit it again. I'm sorry. We hit it again, and the 3 and the 6 position are crossed. That's what we want. Okay, we hit it again. Now those, the 4 and the 5 are straight through, and the 7 and 8 are straight through like they're supposed to be. Okay, so the 1 and the 2, 3 and the 6 are crossed, straight through, just like it's supposed to be. And this shows that it is now. التستر بتاعه غريب شوية مش زي التستر اللي احنا زي التستر اللي احنا نعرفه. Good luck on making your own. It's going to take some practice. خلاص كده الكابل بتاعه صاحبنا ده قرج قرج الكابل الايه الكروس. طيب انا لما احب اشتغل على الباكت تريسر يا جماعه يعني اختار الستريت ازاي والكروس ازاي؟ بصوا كده لو انا جبت ادي جهاز كمبيوتر اهو وادي جهاز ثاني هنا اهو وحبيت ان انا اوصل ما بينه بجيب الكابلات كده. بصوا لو جيت وقفت هنا بالماوس كده هتقرا كاتب لك ايه كوبر ستريت ثرو. لو جيت توصل ما بينهم عن طريق كابل ستريت ملاحظين اي ده احمر وكان بيقول لك ان الكابل ده مش شغال جهاز بجهاز. يبقى كابل كروس اقطع الكابل ده كابل الكروس اهو نقط يا جماعه كوبر كروس اوفر. شوف لما تيجي توصل جهاز بجهاز ايه رايك اللمط اللمط خضراء ايه يبقى لازم تبقى عارف التوصيلات. على فكره البرنامج ده لابد انك تدي له التوصيلات زي ما الكتاب بيقول يعني جهاز بجهاز يبقى كروس زي الجدول اللي انا عملته قدامك ده. طب بصوا كده شفت هب بي بي سي كابل ستريت اهو. طب هب بسويتش لازم يبقى كابل كروس عشان الدنيا تشتغل لازم يبقى كابل كروس اهو كابل اشتغل اهو اخضر هنا وكمان هيخضر هنا كمان 30 ثانية. ماشي يا شباب فاهمين حاجة؟ فاهمين حاجة يا شباب؟ طبعا يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. حد عنده أسئلة؟ يعني أنا أتمنى تكونوا فاهمين التوصيلات والتأريجات وإمتى بنعمل ستريت وإمتى بنعمل الكروس. كده حد عنده أسئلة؟ طبعا مش هيفرق طبعا يا باشمهندس أي طرف فيهم يركب في الراوتر أو البي سي. مش هيفرق. هو الكابل اسمه كروس تحط ده هنا تحط ده هنا مش فارق. تمام. طيب اخر حاجه بقى عايز اراجعها معاك دي المفروض معلومه انت تكون عرفتها في الكليه قبل ما نبدا في حصه المره الجايه لان في حصه المره الجايه هشرح حاجه اسمها الاي بي فيرجن 4. الحصه دي بتاعت حصه المره الجايه دي يا جماعه دي تلت المنهج. الراجل ماشي حاضر الراجل اللي في تجار عنيد الحصة الجاية دي تلت المنهج فلازم تحضر حصة المرة الجاية تلت الامتحان كله بيجي لك ايبهات وصبنتنج وكلام من ده. طب احنا محتاجين ايه عشان صبنتنج الحصة الجاية؟ محتاج اعرفك ازاي تحول من ثنائي لعشري ومن عشري لثنائي من ديسمال لباينري والعكس. طبعا الراجل اللي بتاع تجاره انا هبدا معاك واحده واحده اهو. احنا النظام العد بتاعنا احنا كبني ادمين بنعد 0 1 2 3 4 لغايه 9 صح؟ النظام ده اسمه النظام العشري لانه يتكون من 10 ارقام 0 و1 لغايه 9 دول كده 10 ارقام. طب قال لك في نظام تاني اسمه النظام الثنائي اللي هو الباينري. النظام الثنائي ده يتكون من 0 و1 رقمين بس 0 و1. لما اجي اجمع ابو حميد اقول لك مثلا 0 + 1 يبقى الناتج كام يا احمد؟ 1. طب اجمع على الواحد كمان 1 يبقى الناتج كام يا ابو حميد؟ ها؟ 1. لا 1 ايه؟ 1 زائد 1 يساوي 1 2 اتنين. بس النظام ده مفيش فيه غير يا صفر يا واحد ما ينفعش تكتب له اتنين ما ينفع مفيش اتنين اصلا.
هو اتنين هنا. طب عبر عنها ازاي يا باشمهندس؟ واحد زائد واحد، احنا العداد بتاعنا اخر واحد، يعني صفر واحد، ويرجع بعد كده يقلب صفر واحد صفر واحد. طب واحد زائد واحد صفر، ومعانا الواحد، والواحد يترحل على الخانه اللي جنبه بحيث ان مفيش حاجه، فينزل الواحد زي ما هو. ده كده صفر واحد، ده كده يعادل اتنين بالنظام العشري. ده مش عشر، ده صفر واحد، او من الشمال واحد زيرو، ده يعادل اتنين بالنظام العشري. واحد يقول لا يا باشمهندس ازاي يعني؟ هقول لك انا بالنظام العشري بتاعنا يا احمد، لما بنيجي نجمع خمسه زائد خمسه كام؟ صفر ومعانا الواحد، الواحد نرحله على الخانه. لا، اشمعنى انا قلت صفر ومعانا الواحد؟ لان اخر العداد بتاعك تسعه، بعد التسعه مفيش، فبترجع تجيب من اول عداد تاني. هنا العداد بتاعنا اخر واحد، فواحد زائد واحد مفيش، مفيش مفيش بعد الواحد، يبقى نصفر العداد ونرمي على الخانه اللي بعدها ايه؟ واحد. ماشي كده يا احمد؟ لما اجي اجمع كمان واحد يبقى كام يا ابو حميد؟ صفر وواحد، واحد والواحد الثاني ينزل زي ما هو. ده مش 11 يا احمد، ده اسمه واحد واحد، يعادل ثلاثة. طب لو جمعت يا احمد كمان واحد، اجمع كده يا ابو حميد، واحد زائد واحد جدع، معانا الواحد يترمي على الواحد الثاني ده اهو، يبقى واحدين، يبقى صفر برضه، معانا الواحد يترمي على الخانه اللي بعدها، يبقى كده ده كام؟ ده يعادل اربعه. 001 ده يعادل اربعه. طيب 001 لو جمعنا عليهم واحد يبقى كام يا احمد؟ واحد زيرو واحد ده يعادل خمسه. طب لو جمعنا واحد يبقى زيرو، يبقى زيرو واحد، زيرو واحد ده يعادل سته. طب لو جمعنا كمان واحد، ها واحد 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 ده يعادل يبقى واحد واحد سبعة. واحد واحد سبعه. ماشي كده؟ طب افرض انا كده كتبت لك انا عايز الرقم 192 بالنظام العشري، يا ترى يعمل كام بالنظام الثنائي؟ طبعا مش هقعد اقول له واحد زائد واحد زائد واحد زائد لغايه ما اوصل ل 192، يعني مش منطقي، صح ولا ايه؟ فايه الحل مع راجل زي ده يا ابو حميد؟ الحل مثلا معاه، لما اقول لك مثلا، مثلا يعني الحل لما اقول لك مثلا، نجيب على مزرعة اهو، لما اقول لك احمد 192 بالنظام العشري، يا ترى الرقم ده كام بالنظام الثنائي؟ في الحالة دي يا احمد لما تحب تحل مسألة زي دي، حلل. حلل ايه؟ عارف التحليل اللي كنا خدناه في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي؟ اللي هو كنت بتعمل كده، شد خط كده اهو، وتقول له ادي يا عم ال 192 بتاعتك اهي، ونحلل على الاثنين، دايما حلل على الاثنين. 192 على الاثنين فيها كام؟ 19 على الاثنين ناقص 1 بتدفع 18 على 2 فيها 9 وبقى 1، ارمي الواحد هنا بقت 12. 12 على 2 فيها كام؟ فيها كام يا؟ الناس نامت ولا ايه؟ فيها 6 بس، 6 6 فيها 6. خلاص انا قربت اخلص اهو عشان اسيبكم تناموا، ما بقاش حاجه. 96 على 2 ثلاثة، قفل أربعة وبقى واحد، 16 على 2 فات 8. بسم الله ما شاء الله عليكم، أنتوا أساتذة في جدول الضرب أهو، ما بقاش حاجة. 48 على 2 إحنا نقلبها حصة رياضة، فال 2 فال 4 ما بقاش حاجة. 24 على 2 فال 12 وما بقاش حاجة. 12 على 2 فال 6 وما بقاش حاجة. 6 على 2 فال 3 وما بقاش حاجة. 3 على 2 1 ونص، لا فال 1 وبقى 1، صح كده؟ فال 1 وبقى 1.
طب واحد على الاثنين، واحد على الاثنين ما ينفع. ما ينفعش. يبقى ايه فيها كام؟ صفر. الله يفتح عليك، فيها الصفر وبقى واحد. لو حد بيسالني ازاي العمليه دي تمت، اما اقول لك معانا برتقاله عايزين نقسمها على اثنين بحيث كل واحد ياخد برتقاله صحيحه، او بحيث كل واحد ياخد رقم صحيح، يبقى ما حدش ياخد حاجه وتفضل البرتقاله زي ما هي. ايه ده بقول له ياخد ها؟ ليه ده بقول له ياخد؟ ماشي. دلوقتي انا كل اللي يهمني الباقي. الباقي ده يا شباب، الباقي ده تكتبه من تحت لفوق شمال يمين، يعني ملوني كده من الشمال. واحد واحد كم؟ صفر زيرو زيرو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الرقم يبقى إذا 192 بالعشري تعادل 1100 أربعة أصفار، 1100 ست أصفار، يعني زي ما أنت شايف كده. ندي مثال تاني، ندي مثال تاني. 224 بالنظام العشري يا ترى كام بالنظام الثنائي؟ ها؟ لحظة يا هندسة، يبقى واحد. نحلل، تعال نحلل، تعال نحلل. ماشي. ما هي الحل؟ الحل إن إحنا نحلل. نحلل على 224 على الاثنين. على الاثنين فيها الواحد، فيها الواحد، فيها الاثنين، وما بقاش حاجة. على الاثنين 11 على الاثنين فيها الخمسة وبقى واحد. 12 على الاثنين فيها الستة وما بقاش حاجة. على الاثنين فيها الاثنين وبقى واحد. 16 على الاثنين فيها الثمانية وما بقاش حاجة. على الاثنين فيها ال 14 ما بقاش. على الاثنين فيها السبعة وما بقاش. يبقى واحد واحد واحد. طيب بالظبط. سبعة على الاثنين فيها كام؟ فيها الثلاثة وبقى واحد. ثلاثة على الاثنين فيها الواحد وبقى واحد. واحد على الاثنين فيها الصفر وبقى واحد. نكتب الأرقام دي يا جماعة من تحت لفوق شمال يمين زي ما انتم شايفين كده. يبقى كام يا عمي؟ واحد 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 اثنين. ايه رأيك؟ طيب السؤال العكسي بقى، يبقى انت دلوقتي بقيت شاطر وبتعرف تحول من عشري لثنائي، صح كده؟ طب انا عايزك بقى تبقى شاطر كده وتحول لي من ثنائي لعشري. تعملها ازاي؟ خليني امسح دي، يعني نعتبر ان الرقم اللي هنا يا جماعه احنا ما احناش عارفين الرقم ده كام، ماشي كده؟ وانا بسالك السؤال بقى بالعكس، بقول لك الرقم ده، الرقم ده اهو اللي هو انت شايفه بالثنائي كده قدامك كده، يا ترى الرقم ده عامل كام؟ الرقم ده بكام بالعشري؟ عارف تحلها ازاي؟ رتبهم من على اليمين، بقول له واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. أو أنا آسف، خليني أرتبهم لك بطريقة تانية. أول واحد واحد، التاني يبقى كام يا جماعة؟ اتنين. التالت يبقى الله يفتح عليك أربعة. طب جت منين الأربعة؟ بص أنت بترتب في متوالية هندسية أساسها اتنين. الواحد ده أضربه في اتنين يبقى كام؟ اتنين. اتنين في اتنين تاني يبقى كام؟ أربعة. أربعة في اتنين بكام؟ تمانية. تمانية. تمانية في اتنين بكام؟ ستاشر. ستاشر في اتنين؟ 32. 32 في اتنين؟ 64. 64 في اتنين؟ 128. ألف شكر كده، أنت 100 100. وبعد كده شخبط على الأرقام اللي فيها أصفار. يعني في هنا ده عليه صفر، شخبط. صفر شخبط، صفر شخبط، شخبط، شخبط. بس كده. اللي عليه واحد ده ما تجيش يمته، لأن اللي عليه واحد ده هتجمعه. وجمع بقى 32
زائد 64 زائد 128 كله 32 زائد 64 زائد 128 يدي الرقم ده يدي كام بقى يا جماعة؟ يدي 224. فاهمين حاجة؟ فاهمين حاجة؟ تيجوا نحل المثال اللي فوق اللي هو هناخد دي كده وتعالى ناخد الحتة الصغيرة دي. خليني أقول لك أنت بقى قول لي الرقم ده يعادل كام بالعشري؟ أهو يا سيدي تقوم تقول له أدي واحد 128 بلس 4 2 الله يفتح عليك 4 8 16 32 64 128 وشخبط على اللي عليه صفار اهو 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 وكمان ال 32 يبقى ده زائد ده يبقى 128 زائد 64 تدي 192 يبقى الرقم ده يا باشمهندس يعمل 192. انا دلوقتي بقيت بعرف احول من ثنائي لعشري من عشري لثنائي. فاهمين حاجه رجاله؟ خلاص انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله النهارده. سيبكم بقى تناموا وسبحانك اللهم بحمدك استغفر الله. اتفضل الله يخليك. اللي عنده اسئله هندسه بعتذر بس لو الباشمهندس ايمن بس يرفع لنا الكورس بتوين الكورس ده والكورس ده بحيث بس ان انا اشوف الفيديو وابقى مع حضرتك مركز شويه. انا تقصد الكورس ايه وكورس ايه؟ اقصد انه يعني بتوين الكلاس داون والكلاس داون بتوين الحصه دي والحصه دي يكون انا شفت الفيديو. ان شاء الله حاضر. لا حاضر عينيا ما تقلقش ان شاء الله. بالنسبه كده للمحاضرات يا باشمهندس ايامها ايه؟ او الوقت الثابت وكم يوم؟ وان شاء الله سبت واثنين واربع من تسعة من الساعة تسعة. باشمهندس احمد سبت واثنين واربع الساعة تسعة ان شاء الله. اتفضل. طب باشمهندس احمد بالنسبة للماتيريالز اللي هنذاكر منها هناخدها منين؟ كل ده هيترفع لكم على درايف على جوجل، هيتحط لكم عليه الفيديوهات بتاعتكم، هيتحط لكم عليه الماتيريال الكتب، هيتحط لكم عليه البرامج او البرنامج اللي هنستخدمه. ما تقلقوش كل ده ان شاء الله يعني باذن الله على الحصه الجايه تكون كل حاجه اتظبطت ان شاء الله اذا ربنا اراد. ليه ماتيريال مطلوب؟ يعني على الحصه الجايه او اللي بعدها تكون كل حاجه اتظبطت. في مذكره انا كاتبها على ايدي وموجوده على النت يعني برضه نرفعها لكم. السؤال الاخير معلش. اتفضل حبيبي. بالنسبه للمنهج بتاعنا ده احنا متقسم لكام جزء؟ الكورس انت اولا هتاخد جاي الكورس ده انت بتاخد فيه كورسين سي سي ان اي وسي سي ان اي سكيورتي. سي سي ان اي راوتنج سويتشنج وسي سي ان اي سكيورتي ماشي كده. هتاخد السي سي ان اي هناخدها حوالي قول في شهر ونص شهرين، والسي سي ان اي سكيورتي هتاخد لها حوالي كمان شهر. يعني انت بتتكلم في وقت تقريبا حوالي انت بتتكلم في شهرين ونص على اقل تقدير يعني اذا ما زادوش عن كده. تمام. الكورس متقسم طبعا انت بتاخد اول جزء فاندامنتلز عن الشبكات، يعني ايه شبكه ويعني ايه اي بي ويعني ايه سب نيتنج ويعني ايه راوتر ويعني ايه سويتش. بعد كده بقى بنخش ادفانسد بقى نبدا نجيب الراوتر ونشتغل عليه كونفيجريشن. وبعد كده ناخد كورس راوتنج حوالي حصتين ثلاثه. بعد كده ناخد بعديه كورس سويتشنج حوالي حصتين ثلاثه. بعد كده بندخل في الوان. تمام. بعد كده بقى بنتكلم عن شويه حاجات كده زي الاس ان ام بي زي الفي بي ان زي الدي اتش سي بي، شويه حاجات كده مقتطفات كده محطوطه لك في الكورس الجديد بتاع السي سي ان اي. بعد ما نخلص ده ندخل بعديها في كورس السي سي ان اي سكيورتي وازاي انت بتحمي الشبكه بتاعتك. تمام. استاذ احمد. هاي اتفضل. الله يعطيك العافيه. بالنسبه للتوقيت كم التوقيت عندكم دحين عشان بس اعرف؟ لانه عندنا دحين الساعه 12 وربع. الساعه دلوقتي معايا 11 و10 يعني قبلنا بساعه يعني بالضبط بيني وبينك ساعه وخمسه تقريبا يعني. تمام. هي عندي كمان 12 وربع هنا. طيب تمام. يعني انا شايف ان ميعاد الساعه 9 بالنسبه لكم مناسب ما
بحيث ان احنا المره اللي فاتت مناسب الله قوي يعني. خلاص مناسب كويس. خلاص اي اسئله ثانيه يا شباب؟ ان شاء الله نشوفكم يوم السبت لو سمحت. اتفضل. لو سمحت يا استاذ احمد. اتفضل. بالنسبه برضو للفيديو عندي بيقطع تقريبا ثانيتين او ثلاثه ثواني يمكن بسبب بعد المسافه، ففي حل للمشكله هذه؟ لا والله هي طب يا شباب اللي في الفيديو بيقطع عند الشباب برضو؟ لا كويس. لا هو حضرتك كويس. حضرتك يا باشمهندس نبيل كويس. احنا عندنا كذا خط انترنت ودمجين الخطوط على بعضها بحيث يبقى مفيش اي مشكله عندنا، حتى لو في مشكله في خط وقع او كده في خطوط تانية شغاله. فيعني حته ان في مشكله عندي دي صعبه. ماشي. فحاول تظبط خط الانترنت عندك. اقفل الاجهزه، اقفل الاجهزه اللي عندك لو شغاله. ولو بتعمل داونلود ولو في حاجه بتحمل او بتعمل داونلود ولا حاجه يا باشمهندس نبيل وقفه وقت المحاضره، وقف كل حاجه. ماشي الله يعطيك العافيه. هو الباشمهندس نبيل من قاعد فين دلوقتي؟ انا في مكه. مكه. كنت فاكرك في الكويت، كنت عافيدك. الله يكرمك. خليك على زين بقى، ما تشتغلش على اي شغل. شغال المحاضره اللي فاتت يا باشمهندس. نعم. المحاضره اللي فاتت دي هناخدها امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله نحدد ميعادها يوم السبت باذن الله، لان انا يعني ورايا سفر كده الخميس والجمعه، ولما اجي ان شاء الله يوم السبت هنحدد الميعاد بتاعها باذن الله. السلام ان شاء الله. شكرا. ماشي يا حبيبي، تحت امرك. حد موضوع المحاضره الجايه ان شاء الله يكون عند ايه بالظبط يا باشمهندس؟ المحاضره الجايه دي تلت المنهج الاي بي ادرس والسبنيتنج. هتلاقيني بس انا مش شغال، هتلاقيني شغال على صفحه بيضاء وعمال بكتب في ارقام كده زي ما كنت بكتب من شويه، ازاي تقطع وازاي تعمل سبنيتنج وايه قصه السبنيتنج، قصص طويله كده نقعد نحكيها مع بعض. تمام يا باشمهندس. هو حضرتك الفيديوهات اللي حضرتك على اليوتيوب انا بحضر منها المحاضره اللي مش عشان يبقى عندي فكره بس حاضره زي الفل. انت كده 10 على 10. فهي فيها حاجه متغيره غير الحاجات اللي حضرتك ضيفها في الاخر الكورس ولا لا؟ يعني هتلاقي بعض حاجات، يعني طبعا اكيد لو في حاجه جديده ولا كده انا بدرجها، يعني في حاجات بتلاقيني بديها لك مش موجوده في الكورس المتصور على الانترنت، بس يعني لا يعني مجمله. يعني في مجمله في حاجات اتلغت من المنهج القديم. طبعا تمام. فانت هتاخد الجديد. تمام ماشي. اسئله يا شباب؟ خير باشمهندس. هو اتفضل حبيبي الاستاذ محمد حسن. بالنسبه للديسمال والباينري تمام. التفصيل ده او احنا عشان خاطر نفهمه ولا ده بيجي لنا في الامتحان عن طريق ايه؟ يعني اقصد التفصيل اللي احنا شغالين فيه ده حاليا اللي هو نطلع مثلا الديسمال نحوله للباينري والعكس. هقول لك على حاجه، وانت قاعد في الامتحان ممكن تيجي تتزنق في حته زي اللي انا وريتها لك دي. كل اللي بيجيبوه لك في الامتحان بيجيبوه لك ورقه بيضه وقلم، فهنا تقول له طب انا عايز اله حاسبه، في الات حاسبه بتحول. يعني انا مثلا بص كده يا محمد حسن، في كالكوليتور اهي. انا يا عم واحد يقول لك انا اوجع دماغي ليه يا عم الحاج؟ فيو هات ساينتفك اوجع دماغي، ولا اسمها اللي هي البروجرامر دي. انت عايز تحول ايه بقى يا سيدي؟ 192 تقوم جايبها على ايه؟ ديسيمال اهي. قول له 1 9 2 هتحولها لايه؟ لباينر اهي بالظبط. ايه رايك؟ عايز احول رقم باينر اهو، اقول له ديسيمال، اكتبه اقول له ديسيمال، خد بالك يتحول على طول. ولكن في الامتحان اقصد بقى تقول بيجي لك حاجات مني طبعا. طبعا ان شاء الله الحصه الجايه احاول يعني ايه اساعدك في انك ما تلجاش للطريقه دي كتير، او يمكن ما تلجالهاش خالص. هديك كده كام رقم كده تحفظهم، ها خلاص يجيبوا معاك من الاخر. يعني هو سؤاله في الامتحان فعلا في تحويلات طبعا، ولا ده عشان خاطر ان انا ببقى عارف المعلومه بدايتها فين ونهايتها فين؟ لدي وطبعا في تحويلات. لا بس ما بيجيبلكش السؤال كده، يعني ما بيقولكش حول من كذا لكذا، لا ما فيش كده. الاسئله اللي بتيجي في الامتحان هوريها لك الحصه الجايه. ماشي. وما تشيلش همها برضه، ليها طريقه سهله عنديك فيها. تلاش تلاش. ها اسئله انا بوضح ليها على فكره. اسئله يا شباب، حد عنده اسئله؟ شكرا كده.
رقم التليفون اللي هنتابع عليه بس الرقم التليفون بتاعي عايزين بتاعي ولا كاتبه في الشات طيب يا باشمهندس يبقى في المتابعه بس لو في اي معلومه يعني لو في اي حاجه وقفت مع الواحد يسال سيادتك يعني يستفسر منك طيب مفيش اي مشكله اديهم الرقم يا باشمهندس ايه انا بتاعي تحت على الشات طب انا هكتب لكم حد عايز حاجه كلمني وكان اديكم رقم المهندس وانا ايمن انا بسمع اسمه من الصبح مش لاقيه خالص قدامي فين المهندس ايمن مش شايفه داخل محمد ايمن لا ما انا داخل باكونت بكاونت ابني عشان كفيه النهارده المحاضره بتاعت الاوفيس وتدخل في الناحيه الثانيه من الاكونت ثاني كنت معاكم روحين يعني نص هنا نص في المحاضره الثانيه انا هكتب لكم رقمي اكتب لكم برضو رقم يا جماعه اضيفين اضيفوني مثلا لاين او 031 يا ريت يا باشمهندس اتفضل 002 031 081 1986 لو حد احتاج اي حاجه ولا كده يتواصل معايا مفيش اي مشكله معايا او مع المهندسين تمام شكرا يا شباب ماشي اي عمر شوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته